يا بنات، لك قرب رمضان ولهلأ ما اشترينا مستلزمات رمضان. شو رأيكم انتو التنتين تروحوا تشتروا لنا أغراض رمضان؟ شو موافقين ولا لا؟ أنا موافقة. وأنا لا. لك هيفي وانتي كمان، رح أعمل بيناتكم تحدي، رح خلي كل وحدة فيكم تشتري مستلزمات رمضان لحال، ونشوف مين فيكم رح تنقي أغراض عن جد لازمتنا بشهر رمضان ومو شغلات على الفاضي. الله هيلين. هيلين شو عم تعملي؟ ليستة أبيورم. ليستة شو بنتي؟ احكي لنا. رمضان يتشن. ايه شو كاتبة فيهن؟ بلميتان. ما رح تحكي لنا شو كاتبة فيهن. هيلين كتبت المستلزمات اللي رح تشتريهن هي. هيفي ليش انتي كمان ما كتبتي؟ البنات صاروا جاهزين وغيرت للولاد التوأم كمان مشان اتركن عند اختي لبينما نرجع رح نروح على ماركت. كونوا معنا وشوفوا الفيديو للأخير لأنه كتير رح تستمتعوا بهيلين وهيفي كيف عم ينقوا أغراض رمضان. شو هيفي متوقعة إنه هيلين تفوز ولا أنتي؟ بيك باك هزنجم. لا مو أنتي. أنتي؟ لا أنا رح أفوز. حاليا ما بنعرف مين فيكم رح تفوز، بس بنهاية الفيديو أكيد رح يبين معنا مين رح تنقي أغراض رمضان اللي عن جد لازمتنا ومو شغلات هيك يعني بالكذب. هلأ بدنا نركب بالسيارة. بالأول مثل ما قلت لكم رح نترك التوأم عند بيت أختي، وبعدين رح نتجه على الماركت مشان نشوف شو رح يشتروا أغراض البنات. شو يا بنات، جاهزين ننطلق على الماركت ولا مو جاهزين؟ جاهزين. عبد الله وولاد راحوا مع أولاد أختي مشان يضلوا عندها ونحن later. وصلنا على الماركت لحتى نبلش بالتحدي، وأول وحدة رح تبلش بمشتريات رمضان هي هيفي. كونوا معنا. هيفي راحت جابت العرباي لأنه هي أول حدا راح يشتري مستلزمات رمضان. هيفي جاهزة ماما؟ إيه ماما جاهزة. هيلين ما لازم تكوني موجودة لأنه هيفي راح تشتري غراضة وما بدي إياكي تشوفي. وهيفي بلشت بالتسوق لنشوف شو راح تشتري أول شي هون بالماركت. ماما بدي اشتري حلاوة. والله انك ذكية فعلا، الحلاوة كتير ضرورية للسحور برمضان. بدي هاي. ماشي. اخذت الحلاوة على طعم الشوكولا. بدي طحينة. تمام. ايه تمام، الطحينة كمان كتير ضرورية برمضان. وهلأ عم تنقي هذي نوع من انواع المربى لنشوف شو نقت. ماما مربى تنين. مربى التين قصدك. مربى التين كمان كتير طيب. ما بعرف، حاليا عم تشتري شغلات فعلا بتلزم برمضان. شو هاد؟ زيتون اسمد. اخذت زيتون اسود كمان. تقريبا هيفي عم تاخذ اغراض للسحور برمضان. وهدول هن كمان زيتون الاسود. هي اخذت علبه مغلفه. ماما كمان بدي شربة. ايه ماشي هيفي، خدي الشوربة اللي بدك اياها وحطيها بالعرباي. فعلا برمضان كتير مهمة الشوربات. هيفي عم تقول بدها تشتري جوانح الدجاج، بدها تنقيه على كيفها. هاي ماما. ايه ماشي، ما رح الا لا ولا رح اقول لهيلين لا الا الشغلات اللي عن جد بلاقيها ما أنا مهمة. بدنا ليموناتا كمان. والله كتير مهم الليموناتا، بالأخص أبوهن كتير بيحب يشربوا برمضان. وكلياتنا هاي جبنة كمان. أخذت جبنة وبدها تاخد لبان. آيران ما بعرف انتو شو شايفين، هيفي عم تاخد غراض مهمة برمضان ولا عم تاخد شغلات على الفاضي؟ هلأ انتو شوفوا الفيديو للأخير لأنه هلأ هيلين كمان رح تجي تنقي. اسكامبين راني. ماشي، اخذت كمان جبنة مثلثات، واخذت علبة لبنة، وكمان اخذت سجق. ولهلا انا شايفة انه هيفي عم تاخد اغراض السحور وما عم تاخد شغلات يعني هيك للطبخ. اخذت نودلز، اندومي، انا بيتزا لازم. تمام. اخذت كمان بيتزا من هاي المثلجة بعدين بنحطهم بالفرن. وشو كمان يا هيفي؟ ما نسيت. نسيتي؟ طيب يا ريت لو كتبتي على ورقة مثل هيلين. ايه ذكرت، بدنا نوتيلا. واو، هيفي اخذت نوتيلا كمان. لهلا انا شايفة انه هيفي عم تاخذ اغراض للسحور.
شغلة مهمة ما اشتريتها هي التمر، ما رح قلها عنها لشوف إذا هيلين رح تتذكرها ولا لا. هيفي على شو عم تدوري ماما؟ هيفي حايصة ولايصة ما بعرف شو نسيانة تشتري. مكاني أوريهم هيك بيعجب ضمير. أنا عم تدوري على معكرونة وما عم تلاقي، شكلها لقيت المعكرونة كمان. أول شغلة بحسة إنه عن جد بتلزم للإفطار هي المعكرونة من غراض اللي جابتهم هيفي، وكمان لا تنسوا البيتزا ما بدنا نظلمها والأندوم. هيلين جاهزة تبلشي بالتحدي ولا لا؟ جاهزة ماما. برافو هيلين. هيلين رح تبلش بالتسوق لنشوف شو رح تشتري بالأول. بصل بحلقة. حلقات البصل أخذت هيلين حلقات البصل. وشو كمان بدك تاخدي هيلين بسرعة؟ بدي أخذ بطاطا. يا سلام البطاطا وكمان حلقات البصل، هدول أنا كتير بحبهم. فهيلين أول شيء أخذتهم. ماما بدي أخذ من هاي من السجق. أيوة أخذت السجق كمان، شكله مختلف عن تبع هيفي إذا متذكرين. رمضان شربتي. واو هذا خص نص عاملينه لرمضان، عصير وليموناتا كمان. شو كمان هيلين شو بدك تاخدي هلا؟ شو بدك تاخدي؟ سريعة زبدة. واو حلو، هاي الزبدة كمان كتير طيبة مع الشاي. شو هاي؟ ولبنة كمان. هيفي كمان أخذت لبنة مو هيك؟ هلا هي مو شايفة غراض هيفي بس يعني سبحان الله ما عم تاخذ نفسها. كريم بينير. كريم بينير كمان، هاي مثل الشكين بينير بتشبهها، تشبه شو اسمه جبنة مثلثات. سلام كمان، هاي مرتديلا. زيتون. عم تدور على زيتون هيلين، يا ترى أي نوع بدها تاخذ؟ أسود زيتون. لا هذا مو زيتون أسود، هذا زيتون أخضر. ماما لازم للرز. لك إيه والله منيح إنه تذكرته بالبيت لازمنا رز. ماما لازم لعدس شوربة. برافو عليكي والله إنه أنتي فالهوية يا هيلين. لازم لفاصوليا. برافو عليكي. وهات كمان مايونيز. مربى بالخوخ. كتير حلو خوخ. هيلين عم تاخد للفطور وللسحور كمان إذا لاحظتوا. حلاوة. واو هاي الحلاوة سادة أطيب من تبعيد هيفي، بيني وبينكم أنا ما بحبها إلا سادة. بياخد اندومي كمان. ماشي خدي الاندومي. هيفي شكلها غارت لأنه هيلين عم شوربة الشعيرية. شوربة الشعيرية كمان. خرمة. أخذت التمر. خرمة. تذكرت لحالها. حاولت تذكرها لهيفي بس عبس ما تذكرت، هيلين لحالها تذكرت. شوفولي ورق العنب التازة أخذت منه، يمكن أعمله برمضان. وأخيراً خلصنا مشتريات رمضان وهلأ صار لازم نفتح الأغراض ونفرجيكم إياهن عن قرب أكتر لحتى تعرفوا البنات شو اشتروا، وكمان تعطوني رأيكم مين فيهم اللي اشترت أغراض أهم من التانية. هيفي شكلها تعبت، شو اسمه نامت بالأرض، وهيلين كمان فارطة تعب. هلأ بدنا نحطهم على الطاولة ونفرزهم، نفرز غراض هيلين عن هيفي وانتو الحكم، وانا كمان يعني بيني بينكم رح اعطيكم رأيي تقريبا. ماما وين غراضي؟ غراضك وغراض اختك كلهم مع بعض. هلأ هون بدكم تفرزون انتو، اكيد متذكرين شو اشتريتوا. على الاغلب اللي ما تذكرتوا انا رح ساعدكم فيه كمان، ونشوف شو اشتريتوا اليوم. ماما غراضي ضاعوا. لك ما ضاعوا، غراضك وغراض اختك كلهم مع بعض يا دبة. يا حبيبة قلبي. طبعا المشتريات اللي اشتروهن بناتي مو هنن يعني الاساسيات اساسيات، لانه لسه في لحمه، لسه في شغلات تانية مثل البرغل، مثل شعيريه، مثل الخضروات، مثل ما بتعرفوا انتو. بس هدول كمان يعني اساسيات يعني مهمين، مانن مو مهمين، بس لسه كمان فوقهم في شغلات تانية ان شاء الله رح نشتريهم. هذه هيلين ولسه في كمان اكيد. اوه لبنة. لبنة.
شو هدول هيلين؟ شو هدول؟ احكي لنا. واو هيفي. أبا سجق. ايه حلا حلاوة. واو هاد لبن. هاي مربة شو؟ هاي مربة تين كتير طيبة. أنا بنضل بيها ميك اب. لا شو تعملي فيهم؟ أكل هدول جبناهم مشان شهر رمضان الكريم إن شاء الله إذا الله أحيانا. هدول لهيفي معكرونة شوربة تبعيت بلبن، وهاي كمان تبع البندورة. أندومي جوانح دجاج تونة للفطور أو السحور. كمان هاي جبنة مثلثات، لبنة لبنة بيتزا سجق حلاوة حلاوة عشوكولا. كمان هاي جبنة ونوتيلا، مربة تين، زيتون أسود، ليموناتا. هاد كمان لبن ايران. هدول هن غراض هيفي. في منهم للسحور وفي منهم للفطور. بتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات اذا هيفي اخذت الشغلات المفيدة او لا. هلأ بيجي دور وهلأ بيجي دورة لهيلين لنشوف هيلين شو جايبة. جايبة تمر، برافو عليها، تمر كتير مهم برمضان. هات سلام مثل مرتديلا. كمان جايبة نودلز اندومي، جايبة صدر دجاج. هاي قال شربات هاد لرمضان، مكتوب عليه رمضان. كمان كمان جايبة شوربة شعيرية، جايبة ليموناتا كمان. هاي لبنة كمان، هي جايبة لبنة وزبدة. الشي الحلو انه الشغلات اللي جايبينهم مو كتير متشابهين. هاي حلاوة، وهاد سجق، وهاد زيتون اخضر بس اسود زيتون بني. كمان مربة شو شفتالي، مربة خوخ. عم تقلي هيلين ما قلتي حلاوة. هيلين انا قلت حلاوة، كيف ما قلت انه جبتي حلاوة؟ تمتم. هاي حلاوة، هاي مايونيز، وهاد حلقات البصل. كتير هيك يعني مفيدين هيك برمضان نحطهم جنب جنب الاكل كمقبلات. وهاي بطاطا كمان مفرزة، فاصوليا حب انا بدلتها، هي كانت جايبة غير نوعية انا بدلتها على هاي. وكمان شوربة عدس ورز، وهدول هن كريم باينير يعني جبنة كريمية. وهدول هن غراض هيلين. بتمنى منكم تكتبوا لنا بالتعليقات مين فيهم غراضه يعني اكثر شيء لرمضان يعني مفيده اكثر. على العموم البنات هاي قدرتهم وهاي معرفتهم بالاشياء. هيلين كانت مخططه اكثر من هيفي، كانت كاتبه لسه ما بعرف. هدول انا جبتهم ورق، شفتوا هيك ورق دوالي، ورق عنب لساته تازه جديد، حبيت جيبهم. وكمان جبت شوية خس مع شوية خضرة لأنه هن مو جايبين خضروات. هيك منكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى انه يكونوا عجبوكم البنات، وتكتبوا بالتعليقات مين فيهم جابت غراض اهم من التانية. ما تنسوا هيلين او هيفي. وهلأ تحية كتير كبيرة مني لإلكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة، بنحبكم كتير. باي.